التالي في فقرة كارتونيتو توم وجيري على كارتون نتورك بالعربية. إنه ليس حلم بل حقيقة، سي إن تيوبرز يعودون من جديد. أدعين لكم في تحدي خرافي. تحديات ستختبر قوتهم. لا لا. ضحك بلا توقف. علي. جلوشيكم. ومغامرات وألغاز مدهشة. وطبعاً حلقة جديدة من توني وفلافيلو. شيكو انزل بالمزيكا. مع مقدمكم الجديد شاكر. أحس الكلام علي. سي إن تيوبرز الموسم الجديد الجمعة والسبت في 5 مساء على كارتون نتورك العربية. في قديم الزمان عندما كان هنالك ديناصورات، ولكن مع مدارس وسيارات كان هنالك أيضا الفانجيز. عاشوا هنا في مدينة فانجي، يتكونون من الفطريات ويحبون أكل الصخور، وبعضهم يحب المغامرات الجنونية. ولكن الشيء الوحيد الذي يميزهم أنه مهما ساءت الأمور يبقون دائما يدا بيد حرفيا. العرض الكوميدي الجديد فانجيز قريبا على كارتون نتورك بالعربية. استعدوا لأروع بطولة في عالم كرة القدم. كأس تون 2021 أصبح جاهزا للتحميل مجانا بمميزات جديدة والمزيد من شخصياتكم المفضلة. العبوا بفريق بلادكم أو في دوريات تون الجديدة. هل تملكون مهارة الأبطال؟ إنها كرة قدم مع المزيد من المرح. كأس تون 2021 متوفرة مجانا في متجر التطبيقات. تعالوا معنا إلى المكان الذي تعيش فيه أجدد عروضنا وتحدث فيه آخر المغامرات، ونلتقي فيه أصدقاء جدد عند كل زاوية. هذا الشهر لدينا حلقات جديدة من ليث ذا كينج لنمرح معا في جديد جديد من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي بتوقيت السعودية على كارتون نتورك بالعربية. Oh, 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 oh